ده الفيديو بتاع الميتنج يعني، من بداية ما بدأنا لحد ما خلصت، فما حدش يعمل ريكورد من عندي، انا هعمل ريكورد من عندي. خلاص هنبدأ كده يا باشمهندسين ان شاء الله. فالتجربة بتاعت المعمل ده هنتكلم عن الثري فيز، الثري فيز جنريتور، المولد، الثري فيز. هي تجربة بسيطة يعني، بس المفروض بتديك معلومة عن الثري فيز. الناس تسمعني، محدش يشغل المايك، محدش يشغل المايكروفون عنده. بس احمد محمد، محدش يشغل المايك يا باشمهندسين عشان ما يعملش بس شوشرة على الناس التانية، الناس تسمعني كويس يعني. زي ما بنقول التجربه دي بتتكلم على الثري فيز جنريتور، المولد الثري فيز. مبدئيا كده قبل ما نبدا موضوع المولد يعني، نيجي كده على جنب ونشوف ايه الفرق ما بين المولد الجنريتور والمحرك اللي هو الموتور. يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا في حاجه اسمها موتور، حاجه اسمها ايه؟ جنريتور. خلاص ده مولد، لكن ده اسمه محرك. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ احنا مبدئيا طبقا للقوانين اللي اخدتوها قبل كده، ممكن ما اكون اخدتهاش لسه في الكليه، بس اخدته في الفيزياء بتاعت ثانويه عامه، كان في قانون عندكم اللي هو القاعده بتاعت فليمنج اليد اليمنى، كان في حاجه اسمها حركه او مجال التيار. حركه ومجال تولد التيار. لو معايا حاجتين من اصل الثلاثه دول هتتولد الثالثه. يعني لو انا معايا حركه ومجال مغناطيسي هيتولد التيار، ده هو المولد اللي احنا هندرسه النهارده. يبقى لو انا معايا حركه في مثلا ملف او سلك بيتحرك داخل مجال مغناطيسي، هيتولد معايا تيار داخل السلك ده. طيب لو معايا الحاجتين العكس، لو معايا حركه، لو معايا مجال وتيار، هيتولد حركه، ده الموتور. ده نوع تاني من انواع الاجهزه، ده ما لناش دعوه بيه دلوقتي. يعني انك انت لو معاك اي موتور بتوصله بكهرباء، فهو التكوين الداخلي بتاعه يعني، وفي مجال مغناطيسي وانت بتوصل التيار الكهربي بيتحرك الشافت بتاعه، فبيولد الحركه اللي احنا ايه بنتكلم عنها في الموتور. احنا مهمتنا النهارده او الجزء بتاعنا المره دي بنتكلم عن الجنريتور بتاع المولد. فكده انا المفروض هدي حركه للمولد في وجود مجال مغناطيسي هيولد لي تيار. فاحنا لو بصينا للرسمه بتاعت الموتور كرسمه بسيطه يعني، دي رسمه الموتور، ده الموتور عباره عن حاجتين اساسيين، جزء اسمه الستيتور، حاجه ثابته يعني ستيشنري، حاجه مش بتتحرك، ستيتور، والجزء ده ستيتور. الجزء ده فيه مجال مغناطيسي موجود وثابت ما بيتحركش، والجزء الثاني اللي بيبقى واصل بشفط، اللي هو الجزء من جوه ده اللي بيبقى فيه ملفات، بيبقى واصل بشفط الحركه، يعني واصل كده بحاجه كده في الاخر خالص، هي اللي بتولد هي اللي بتسبب الحركه. فالجزء ده بيبقى فيه ملفات من النحاس. ايه اللي بيحصل؟ انا بدي حركه هنا في الشافت ده، الشافت ده او الجزء اللي بيتحرك، هو مش ظاهر هنا في الصوره يعني، الجزء ده اللي بيتحرك اللي ممكن هنا، ممكن والله هنا او هنا، الجزء اللي بيتحرك ده بنسميه روتور. يبقى في عندنا حاجه اسمها روتور، جزء متحرك يعني، حاجه اسمها ستيتور، جزء ثابت. الستيتور زي ما قلنا ده جزء ثابت وفيه مجال المغناطيسي، والروتور جزء متحرك. في اللي بيحصل الجزء الروتور ده او الشافت ده اللي بيتحرك، احنا بنوصله باي حاجه تحركه، بنوصله مثلا بتوربينات بتتحرك عن طريق الرياح، بنوصله بتوربينات بتتحرك عن طريق ضغط الميه زي مثلا السد العالي، الميه نازله من فوق فبتحرك التوربينات، فالتوربينات بتحرك الشافت. الشافت ده لما بيبدا يتحرك داخل المجال المغناطيسي، هو عباره عن ملفات نحاس، هيبدا يتولد التيار داخليا، وابدا اخد التيار بقى ايه عن طريق الاسلاك اللي انا ايه موصلها بالموتور ده، بالجنريتور ده، بالمولد بتاعي. على حسب نوع الحاجه اللي هتحرك الروتور هتولد التيار بتاعي، رياح، ستيم، في محطات توليد عن طريق البخار بتاع الميه او السد العالي مثلا او القناطر الخيريه، الحاجات دي كلها بتولد ايه؟ بتحرك الجزء بتاع الروتور. الروتور اللي يتحرك يبدا يتولد ايه؟ يتولد تيار كهربي. فكده انا بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي ولدت التيار. فده اسمه الجنريتور، ده المولد. التجربه بتاعتنا احنا بنتكلم عن الثري فيز جنريتور، مولد بيولد الثري فيز. ايه هو الثري فيز ده؟ مبدئيا نفس فكره المولد اللي احنا شرحناها من شويه دي، بس بيبقى مقسمين الجزء الداخلي ده بتاعت الاسلاك ثلاث اجزاء، ويندنجز، ادي جزء
طرف يعني، طرف ثاني، طرف ثالث، ثلاث اطراف، وكل طرف منهم دول لاين، يعني ده لاين واحد اهو، ده لاين اثنين، وده لاين ثلاثة، ثلاث خطوط، عشان كده بنسميه 3 فيز، ثلاث خطوط. كل خط منهم ما بين وبين الخط الثاني زاوية 120 درجة، يعني لو عارف ان الدايرة كلها 360، ما بين كل فيز او لاين او سلك بيولد لي تيار ما بينه وبين الثاني 120 درجة، فانا كده اهو لو رسمت كده هلاقي دي 120 زاوية 120، ودي زاوية 120، ودي زاوية 120. عشان كده في الثري فيز جنريتور التيار اللي بتولد بتولد ثلاث تيارات، ثلاث اشارات يعني، كل لاين منهم نقطة التلاقي بتاعت الوينجز دي مبدئيا زي ما قلنا، الوينج دي او الطرف ده او الوصلة دي عبارة عن ملف، فالملف ده سلك، فليه بداية وليه نهاية. بداية السلك بنوصلهم كل الاسلاك مع بعضهم من الداخل هنا، وتبقى هي دي النقطة بتاعت نقطة الاصل، بنسميها النيوترال، النقطة اللي هي بتبقى التعادل، نقطة التعادل اللي هو بيبقى الدوت بتاعها تقريبا زيرو يعني، او بنعتبره زيرو احنا. والنهايه بتاعت كل ملف منهم، ملف منهم النهايه بتاعته يبقى لاين واحد، وملف منهم يبقى لاين اثنين، وملف منهم يبقى لاين ثلاثه. فكده انا معايا ايه؟ ثلاث خطوط ومعايا الارض بتاعهم. طيب انا بالنسبه لي عشان كل ما بين كل لاين والتاني في زاويه 120 درجه، انا عندي ثلاثه لاين، ثلاث خطوط، هلاقي التيار اللي بيتولد من كل لاين منهم او بنسميه فيس، كل تيار منهم بيبقى بينه وبين التيار اللي بعده او الفيز اللي بعده 120 درجه. فهلاقي مثلا ده تيار مثلا بتاع فيز رقم واحد، هو المفروض الازرق هو تيار مثلا فيز رقم واحد، يبقى الازرق اهو تيار فيز رقم واحد، الاخضر مثلا تيار فيز رقم اثنين، الاصفر تيار فيز رقم ثلاثه، فهلاقي التيار بتاع الفيز رقم واحد يسبق التيار بتاع فيز رقم اثنين ب 120 درجه، واثنين يسبق ثلاثه ب 120 درجه، وهكذا، وكلهم يبدا ايه؟ يبدا الكلام ده يتكرر مره ثانيه. طيب تعالوا نشوف موضوع الزوايا ده، احنا عارفين او اغلب الناس منكم ممكن تبقى عارفه المعلومه دي، انه الفولت اللي بيجي لنا في البيت ده اللي هو ال 220 فولت، بتلاقي مثلا كده في الشارع في عمود كهرباء، في عمود كهرباء، ما بين كل عمود عمود في خطوط كده، خط منهم بيبقى ارضي، بيبقى ده معروف ان هو الارضي الجراوند، والخطوط الثانيه بتبقى كهرباء، كل الخطوط دي بتبقى كهرباء. فلما حد بيجي يوصل في البيت كهرباء، بياخد سلك من الارضي ويدخله على البيت، وياخد اي سلك تاني من اللي فوق، يبقى كده معاك كهرباء وارضي بدون 220 فولت بتوعهم. لا في الثري فيز، الفولت الثري فيز في اكتر من فولت ممكن اخده. لو اخدت فولت، نيجي للرسمه دي مثلا، لو اخدت فولت ما بين اللاين ما بين اي سلك والارضي، هلاقي مثلا 220. لكن لو اخدت فولت او اي سلكين، سلك لاين واحد مثلا والسلك بتاع لاين اثنين مثلا، وخدت الفولت ما بين الاثنين دول، هلاقي الفولت ده 380 تقريبا، يعني 380 فولت. ده ممكن الفولت ده ممكن المصانع تستخدمه، لكن في البيت اغلب الاجهزه الكهربائيه شغاله على 220 فولت، فعشان كده احنا ما بنستخدمش 3 3 فيز في البيوت. في البيوت بنستخدم 220 فولت العاديه، لكن ممكن المصانع تستخدم 330 380 فولت، تبقى للاجهزه والمعدات اللي ممكن تستخدمها يعني. طب الكلام ده جاي من فين؟ تفتكروا معايا الرسمه دي ونرسمها تاني من دلوقتي. لو اعتبرنا كل سهم من دول، هنعتبر السهم الطول بتاع السهم هو قيمه الفولت، لو اعتبرنا ان طول السهم قيمه الفولت، واتجاه السهم كانه هو الفيز بتاعه، احنا قلنا ما بين كل لاين ولاين حوالي 120 درجه الفيز شيفت. لو احنا حبينا نرسم الرسمه دي تاني كده على جنب نشرحها بالتفصيل، لو اعتبرنا مثلا دي وينج، دي لاين واحد، ودي لاين اثنين، ده لاين ثلاثه، دول الخطوط بتوع الثري فيز، والسنتر بتاعهم دي نقطه التلاقي ما بين نقطه الاصل او النيوترال، التعادل ما بينهم، ما بين لاين ولاين ده فولت، ما بين اللاين ده واللاين ده بفولت تاني، ما بين اللاين ده واللاين ده بفولت، ما بين اللاين والارضي في فولت، ما بين اللاين والارضي نفس الفكره، ما بين اي لاين والارضي في فولت. احنا الفولت اللي عارفينه انه ما بين اي لاين اي خط والارضي 220 فولت، ده اللي احنا متعرف عليه بنولده يعني. في معلومه نسينا نقولها فوق، انه في الموتور احنا قلنا ايه اللي بيولد التيار؟ احنا قلنا بنعمل في حركه، في حركه وسط مجال مغناطيسي بيولد التيار. احنا عارفين انه في البيت 220 فولت، وقيمه التردد بتاع الاشاره دي الاي سي 50 هرتز، فال 50 هرتز ده او التيار ده التردد بتاعه بينتج نتيجه السرعه بتاعه الدوران، يعني اللفه بتاعه الروتور ده بيلف بكام لفه في الثانيه الواحده، فعدد اللفات في الثانيه الواحده هو اللي بيديك التردد بتاع الاشاره دي. عشان كده مثلا عدد اللفات الثابته مثلا في محطه توليد مثلا بتاعه السد العالي او في مصر كلها يعني،
فمثبتين مثلا عدد اللفات في الثانيه الواحده 50 لفه في الثانيه، فكده بيديك 50 هرتز اللي هو ايه التردد بتاع الجعره، تلاقي مثلا 220 فولت و50 هرتز. تيجي في الرسمه بتاعتنا هنكمل تاني هنا اللي كنا فيه، ما بين اي لاين والارضي 220 فولت، ده بنسميه الفولت من اللاين للارضي الجراوند، ده مثلا 220 فولت. طيب لو حبينا نجيب الفولت ما بين اللاين ولاين تاني اللي احنا قلنا عليه 380، هو منين جاي 380؟ هو احنا اللي بيتولد 220 فولت ما بين اي خط والارضي، 380 جاي من فين؟ لو اشتغلنا شغل الرياضه العاديه بتاعتنا احنا اتفقنا انه ما بين كل لاين ولاين 120 درجه، فدي الزاويه دي 120. طيب مبدئيا ده 220 فولت وده برضه 220 فولت، احنا اتفقنا ان طول السهم هنعتبره هو قيمه الفولت، واتجاه السهم هو الزاويه ما بينه وبين ايه؟ اللاين اللي كان قبله. فدي 220 دي 220 فولت، يعني ده مساوي الساقين. لو انا رسمت عمودي المثلث متساوي الساقين، العمود ده هينصف القاعده، فالقاعده دي هتتنصف. طيب هلاقي مثلا الزاويه اللي فوق دي ال 120 بقت 60، والزاويه دي 30، والزاويه دي 90. فانا لو حبيت احسب طول ده اللي هو نص قيمه الفولت اللي ما بين لاين واحد ولاين ثلاثه مثلا، او بين لاين واحد ولاين اثنين، يعني بين لاين واللاين اللي بعده، فده مثلا هنسميه ال. فلو حبينا نحسب ال ال دي عن طريق قوانين حساب المثلثات، هلاقي ان الزاويه دي اللي هي 60 ساين 60، قيمه الساين بتاع الزاويه 60 يساوي المقابل على الوتر، المقابل هو ال ال والوتر هو 220 فولت اللي انا عارفه. فكده انا لو حبيت احسب ال ال نفسها، ال ال دي عباره عن الساين، عباره عن ساين 60 اللي هو جذر 3 على 2 خلاص، جذر 3 على 2 في 220، 220 فولت، هحسبها زي كده. طيب ال ال دي نص الطول بتاع الفولت ما بين اللاين 1 ولاين 2 او لاين 1 ولاين 3، انا عايز قيمه الفولت كلها ما بين اللاين ده واللاين ده، اضربها في 2 يبقى كده قيمه الفولت من اللاين، فولت من اللاين للاين ثاني عباره عن قيمه ال ال دي مضروبه في 2، وقيمه ال ال دي مضروبه في 2 هتديني 220 جذر 3. لو حد فيكم استخدم الحاسبه كده وحسب 220 جذر 3 هيلاقيها بالتقريب 381، فاحنا بنسميها 380 فولت، بس هي بالتقريب 381، فده الفولت اللي بنسميه 3 فيز. 3 فيز فده فولت عالي ما بنستخدموش في البيوت، ممكن نستخدمه زي ما قلنا فين في المصانع. التجربه بتاعتنا كده احنا نعتبر حد ما ادينا هنت بس بسيط ان الموتور في فرق ما بين الموتور والجنريتور، المولد اللي احنا هندرسه دلوقتي، لكن الموتور ده عكسه بديله تيار وفي مجال مغناطيسي بيولد لي حركه، لكن ده بيبقى في مجال مغناطيسي وبديله حركه بيولد لي تيار. طيب احنا هنعمل ايه في التجربه؟ احنا عايزين نعرف حاجتين دلوقتي في التجربه. التجربه بتاعتنا حاجتين اساسيين، احنا عرفنا انه الثري فيز ما بين كل فيز وفيز 120 درجه، فاحنا عايزين فعلا نعرف انه لما نرسم الفولتات اللي كل لاين بين كل لاين والتاني هنلاقي ان في فولت منهم شكله كده، في فولت تاني شكله كده، ولا انه في فولت تالت شكله كده. احنا عايزين نعرف كده فعلا لما نرسم في الرسمه في المعمل او نقيس الفولتات على البروبات بتاعت اللاين 1 واللاين 2 واللاين 3 بالشكل ده، عايزين نعرف انه صح ما بينهم 120 درجه. طيب عايزين نعرف حاجه تاني، باشمهندس حضرتك عملت ميوت؟ مفيش صوت باشمهندس.
حضرتك عملت ميوت عندك طبيعي في طبيعي في الصوت عشان هو قافل المايك يعني مش شايف انت. ماشي كده الناس كانت سامعاني في الاول ولا ما كانتش سامعاني خالص؟ كنا سامعين بس الصوره مش ماشيه مع الصوت يا باشمهندس، يعني الصوت سابق الصوره. ماشي ماشي في الفيديو يبقى ان شاء الله مظبوط، يعني هو بيعمل ريكورد للكلام ده بس يعني مبدئيا الناس سامعاني كويس. طيب سامعين حضرتك كويس. ماشي هو الصوت راح من كتير ولا من شويه بس؟ لا من 30 ثانيه او كتير قوي. نعم من 30 ثانيه بالظبط تقريبا، مش كتير. تمام ماشي مش كتير يعني خلاص تمام. طيب لحد كده في مشكله؟ طيب عرفنا زي ما قلنا الفرق ما بين الموتور والجنريتور، واحنا هنتكلم عن الثري فيز زي ما قلنا الثري فيز جنريتور اللي هو ما بين كل فيز والثانيه 120 درجه، فاحنا عايزين ندرس الموضوع ده، عايزين ندرس فعلا انه هل بين كل فيز والثانيه 120 درجه والفرق ما بين يعني ان ده يسبق الثاني، يعني ايه الفكره دي هنشوفها ازاي يعني. فالناس معايا لحد كده ولا في مشكله؟ الناس تمام كده يا باشمهندس لحد كده؟ هنبدأ نقول الخطوات العملي. طيب هنبدأ خطوات العملي الحاجات اللي انت هتعملها في المعمل. مبدئيا الباور سبلاي بتاعنا في المعمل اللي هو ده تعاملته معاه قبل كده الترم اللي فات معانا، احنا هنشتغل في الجزء اللي تحت ده، الجزء بتاع الثري فيز اللي هو باللون الاحمر ده. ده فيه ثلاث بروبات، بروب منهم لاين واحد وبروب الثانيه لاين اثنين وبروب الثالثه لاين ثلاثه، دول الثلاث خطوط بتوعنا. والازرق اللي تحتهم ده الارضي، ده الجراوند، ده النيوترال اللي احنا قلنا عليه، ده النقطه اللي في النص بتاعت الجنريتور. يبقى كده كل لاين منهم لاين واحد ولاين اثنين ولاين ثلاثه والبروب الجراوند بتاعي. انا عايز اعمل ايه؟ اول تجربه منهم عايز اعرف انهي لاين فيهم بيتولد عليه اشاره قبل الثاني، لاين واحد بيتولد عليه الاشاره الاول ولا لاين اثنين ولا لاين ثلاثه. يعني بمعنى اصح مين بيسبق الثاني؟ مين بيعمل ليد لكل واحد من اللي بعدهم؟ فاحنا هنوصل الدايره اللي قدامنا دي، هناخد من لاين واحد اهو، لاين واحد اهو هاخد منه خط الهاي واوصله بمقاومه 1 كيلو، وبعد كده اوصله بدايود ليد يعني لمبه اللي هو ال LED لايت ايميتنج دايود، نوع الدايود بس بيعمل انبعاث للضوء يعني. فكده اوصل هاخد من لاين واحد خط سلكي يعني واوصله بمقاومه 1 كيلو واوصله بدايود، وبعد كده منه للارضي، بعد كده ابدا ايه اوصل بالارض، بعد كده اخد لاين 2 نفس الحركه، لاين 2 اوصله بمقاومه ثانيه 1 كيلو واوصله بليد واوصله بعد كده بالارضي وهكذا لاين 3. فكده معايا ثلاث خطوط كل خط منهم موصله بمقاومه 1 كيلو ولمبه، وبعد كده اقفل الدايره بالارضي. كده مفيش مشكله. هبدا دلوقتي بعد كده شايفين هنا في الباور سبلاي ده في زرار هنا بوش بوتون، ده اللي اون اوف، ده اللي بيفصل ويشغل الثري فيز، ده اللي بيفصل وشغل ايه الثري فيز. طيب انا دلوقتي لو بصينا في الفانكشن جنريتور ده او الباور سبلاي بتاعنا ده هلاقي الاون اوف بوش بوتون ده قدامه مكتوب قيمتين للتردد، مكتوب 50 هرتز ومكتوب 1 هرتز. بصوا كده هندي معلومه الاول ونرجع تاني للدايره. معلومه ايه؟ اي ساين ويف شكلها كده عباره عن ساين ويف عاديه ليها امبليتيود، ده بنسميه امبليتيود اللي هو بنسميه في بيك، وليها تردد اف، التردد ده مقلوبه يعني لو برسم مع التايم، طبعا لو برسم فولت مع التايم فمقلوب التردد ده الزمن الدوري اللي هو تي واحد على اف، مقلوب الزمن الدوري يبقى الزمن الدوري مقلوب ايه؟ تردد. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي لو انا استخدمت، انا دلوقتي معايا قلنا زي ما قلنا الباور سبلاي بتاعي بيغذيني قيمتين من التردد، يعني ممكن يولد لك اشاره قيمتها 50 هرتز او قيمتها 1 هرتز. لو انا في الدايره بتاعت اللمبه، في الدايره بتاعت اللمبه لو استخدمت تردد قيمته 50 هرتز، يعني استخدمت الاف بتاعي ب 50 هرتز، لو حسبت الزمن الدوري هلاقيه 1 على 50 هيطلع تقريبا 20 ملي سكند. خلاص هيطلع تقريبا 20 ملي سكند، يعني ضربت في 1000 فوق كده عشان احولها بالملي، فال1000 0 مع 0 و100 على 20 على 5 فيها 20، ف 20 ملي سكند ده الزمن الدوري. يعني ايه الزمن الدوري؟ يعني زمن دوره كامله. طب انا دلوقتي بتكلم عن نص دوره، يبقى نص دوره بالنسبه لي 10 ملي سكند. طيب نرجع تاني للدايره بتاعتنا، نرجع للدايره بتاعتنا.
انا عامل ايه؟ موصل اللاين دول، اللاين 1 ولاين 2 ولاين 3 بمقاومه 1 كيلو ودايود، وموصله فورورد، موصل الدايود ده فورورد، يعني الطرف الموجب بتاعه مع الانود، الطرف السالب مع الكاثود وهكذا. طيب الدايود ده عشان يشتغل، عشان اللمبه تنور، لازم تبقى واصله فورورد، يبقى لازم داخل عليها طرف الانود اكبر من الكاثود وهكذا، يعني اللي هو بتاع 7 من 10. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي الاي سي عباره عن ساينسويدال ويف، يعني كده ساين ويف، فالجزء منها موجب وجزء منها سالب، فالجزء الموجب ده لما يبدا يخش على الدايود، الدايود هينور، ولما يبدا يخش الجزء السالب الدايود هيطفي، لانه كده ريفرس بايوس فمش هينور، فكده الدايود هينور شويه ويطفي شويه. طيب هينور مقدار كام ويطفي مقدار كام؟ لو احنا استخدمنا تردد 50 هرتز طبقا للحسبه اللي حسبناها، ان الزمن الدوري 20 مللي سكند، فقيمه نص الدوره 10 مللي سكند، يعني الدايود هينور ويطفي كل 10 مللي سكند. العين مش هتلحق تلاحظ ان اللمبه طفت ونورت، عشان الزمن ده صغير خالص 10 مللي سكند، فالعين اصلا مش هتلاحظه، يعني العين مستحيل تلاحظ ايه التغير اللي بيحصل على اللمبه. هي اللمبه هتطفي وتنور فعلا كل 10 مللي سكند، بس انت مش حاسس بيها، مش حاسس انها بتطفي وتنور. طب هنعمل ايه بقى؟ فاول تجربه احنا عايزين نعرف انهي لاين فيهم بيتولد عليه التيار الاول، فلازم نلاحظ الاضاءه بتاعت اللمبات، عايزين نلاحظ كل لمبه انهي بتنور الاول وانهي بتنور الثاني وانهي بتنور الثالث. فمش هنستخدم 50 هرتز، هنستخدم اول مره الاف بتاعي ب 1 هرتز، التردد بتاعي ب 1 هرتز، فلما احسب الزمن الدوري هلاقي الزمن الدوري تي ب 1 سكند. يبقى لو انا استخدمت تردد 1 هرتز هلاقي الزمن الدوري بتاعه تي 1 سكند، يعني الزمن نص دوره، المسافه من هنا لهنا نص ثانيه، يعني اللمبه هتنور نص ثانيه تطفي نص ثانيه، تنور نص ثانيه وتطفي نص ثانيه، فهقدر الاحظها. فالعين البشريه ايه؟ هتبدا تلاحظها. فاول تجربه هنعمل ايه؟ اول تجربه هنوصل الدايره زي ما هي كده، كل لاين واصل بمقاومه ولمبه، وبعد كده هدوس دوسه مطوله على الزرار بتاع الاون اوف بتاع الباور سبلاي. لو دوست دوسه واحده بس وشلت ايدي هيشتغل بالديفولت على 50 هرتز، لكن لو دوست دوسه مطوله هيشتغل على التردد 1 هرتز. فانا هدوس دوسه مطوله هنا على البوش بوتون ده، فهحدد كده التردد بتاع 1 هرتز، واشوف اللمبه ايه اللي بيحصل. هلاقي لمبه بتنور، هلاقي لمبه واحد، اللمبه الاحمر دي نورت الاول، بعد كده نورت الاخضر بعدها، بعد كده الاخضر الثاني بعدها، ورجع ايه نفس السيكونس اتكرر تاني كل شويه، اللمبه الاحمر تنور، بعد كده الاخضر، اخضر، احمر، اخضر، اخضر، وهكذا. فهلاحظ الاتجاه بتاع الاضاءه، ان لاين واحد بينور الاول، لاين اثنين بينور اللي بعده، لاين ثلاثه بينور اللي بعده. فانا كده عرفت الاتجاه، وعرفت انه كل لاين منهم بيسبق الثاني، والا اللمبات كانوا نوروا مع بعض، لا هو كل لمبه منهم بتنور قبل الثانيه، طبقا انه ده بيسبقها ب 20 درجه، فبيسبقها بوقت زمن يعني. هيبقى سالك سؤال في المذكره بعد كده، يبقى كده مديك بعد ما اديك التجربه دي، ويسالك سؤال بيقول لك هو الاتجاه الاضاءه كده، او اتجاه الحركه بتاعت التيار اللي متولد في اتجاه عقارب الساعه، يعني كلوك وايز مع عقارب الساعه، ولا كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه. فانا طبقا للرسمه او التوصيل انا موصلها، موصل لاين واحد هنا، وموصل لاين اثنين هنا، وموصل لاين ثلاثه هنا. لما ابص كده الاقي اللمبه الاحمر نورت الاول، وبعد كده الاخضر اللي في النص، وبعد كده الاخضر اللي بعد كده، فكده كان الاضاءات ماشيه كده، ماشيه في الاتجاه ده، يعني ماشي مع السهم كده اهو كده، فكانها بتلف ايه مع عقارب الساعه، كلوك وايز مع عقارب الساعه. فده سؤال هيبقى اختياري في المذكره على الجزء بتاع بعض اللمبات دي. فدي اول جزء في التجربه، يعني احنا حددنا اتجاه التيار اللي بيتولد في كل لاين منهم، لاين الاول ولاين اثنين بعد كده، ولاين ثلاثه بعد كده. باقي نشوف هل فعلا ما بين كل لاين والتاني في فرق، في فيز شيفت مقداره 120 درجه ولا لا. فدي التجربه الثانيه والاخيره في الجزئيه دي. هنعمل ايه؟ نفس التوصيله بتاعتنا دي، بس هوصل حاجتين زياده. هوصل الاستروسكوب، فاكرين الاستروسكوب؟ الاستروسكوب بتاعنا اللي هو الشكل ده، الجهاز اللي هو كان بالشكل ده، وكان هنا فيه مربع كده كله خطوط كده، خلاص في خطوط كده كتير، الشاشة متقسمة خطوط. خلاص في خطوط كده ايه؟ الشاشة متقسمة خطوط. طيب فده السيروسكوب، وفي أكتر من شانل، كان في شانل واحد، كان في شانل اتنين، وهكذا يعني. فكان ايه ده الاستروسكوب، وكان في شانل واحد وشانل اثنين، كان في شانل واحد هنا او كنا بنسميه شانل A، وكان في شانل B هنا، وفي السيتنج بتاعتنا طبعا هنا، طبعا السيتنج بنظبط بيها
البيك الفولت بيك تو بيك، يعني كل مربع من دول الارتفاع بتاعه كام فولت بير ديفيجن، يعني كل مربع كام فولت، وبنظبط الارض بتاع كل مربع هو التايم بيز، كل مربع كام ملي سكند. فالسيتنج دول هتلاقيهم موجوده في التجربه، فده الاسلوسكوب. فاحنا هنوصل اثنين تشانل، هنوصل تشانل A بلاين واحد وتشانل B بلاين اثنين، يبقى دي هنوصلها بلاين واحد ودي هنوصلها بلاين اثنين. ازاي هنوصلها؟ اهو كده كل تشانل منهم ليها اثنين بروب، بروب الاسود وبروب الاحمر. فاخد البروب الاسود اوصله بالارضي في تشانل واحد اللي هو تشانل A يعني، والبروب الاحمر اوصله بايه؟ بلاين واحد. يبقى كده البروب اللي هو تشانل B، بروب الاسود اوصله الارضي، وبروب الاحمر هوصله ايه؟ بلاين اثنين. فكده انا وصلت لاينين، مش هوصل الثالث لانه ايه؟ ما عنديش غير اثنين تشانل بس. وخلاص انا لو عرفت انه ما بين لاين واحد ولاين اثنين 120 درجه، فمعنى كده انه خلاص انا اتحققت انه ما بين كل واحده والثانيه في فيز شيفت 120 درجه. بعد ما اوصلهم زي كده هشغل الباور سبلاي، بس هشغله المره دي على 50 هرتز، مش هشغله على 1 هرتز. هو كان الغرض من 1 هرتز عشان الاحظ بالعين المجرده اللمبه بتطفي وتنور، لكن المره دي احنا خلاص مش عايزين موضوع اللمبه، فهنشغل على 50 هرتز العادي. فكده ايه؟ هفصل الباور سبلاي بتاع الثري فيز من هنا ودوس عليه دوسه ايه عاديه، مش دوسه مطوله، فهيشتغل على 50 هرتز. واكون موصل الاستيلوسكوب بتاعي ومشغل الاستيلوسكوب، هلاقي الاشارتين اترسموا على الاستيلوسكوب بالشكل ده. دي اشاره شانل واحد اللي هي الاحمر، دي احمر، دي شانل ايه، والاصفر دي شانل بي. يبقى الاحمر شانل ايه والاصفر تشانل بي، ودول اثنين تشانل، يعني ده لاين واحد وده لاين اثنين. انا عايز اعرف ما بين الفرق ما بينهم في الشيفت كزاويه. الاستيلوسكوب بيرسم ايه؟ بيرسم فولت لفوق كده، ارتفاع ده فولت، وبيرسم كده تايم زمن، يعني بيرسم فولت مع زمن. فالرسمه دي تقدر تديني الفرق الزمني ما بينهم، ما بين كل لاين والتاني في ديلي كام ثانيه، في ديلي، لكن مش تديني الزاويه. هحول بعد كده الزمن لزاويه. طب احسب ازاي الزمن الاول؟ السيتنج اثناء ما بنعمل السيتنج بنحدد المربع الواحد ده، المربع ده عرضه كام؟ كام ملي سكند كزمن؟ فهنلاقي في الاستيلوسكوب مطلوب مننا هنحدده 2 ملي سكند، يعني المربع الواحد عرضه 2 ملي سكند. فانا عشان احسب الفيس شيفت الحاصل ما بينهم اخد نقطتين على كل سيجنال منهم بس نفس النقطه. يعني ايه؟ يعني اخد النقطه دي مثلا الماكسيموم هنا مع الماكسيموم هنا مثلا، واشوف الايه، اشوف المسافه ما بينهم كزمن. هاخد مثلا، ممكن اخد من الماكسيمم من المينيمم من هنا والمينيمم من هنا، او اخد الارض هنا زيرو يعني وزيرو هنا. اهم حاجه اشوف الفرق ما بين نقطتين متشابهتين في التو سيجنال، كل سيجنال منهم واحده في لاين واحد واحده في لاين اثنين، واحسب من خلالهم الزمن اللي ما بينهم. فسي مثلا لو اخدنا، خلينا اسهل حاجه ما بينهم، ممكن ناخد اللي ما بين اللي على الخط بتاع الارضي ما بين النقطه دي، يعني ما بين النقطة دي ما بين النقطة دي، ألاقي كده مثلا أعمل لك ميوت. أحمد شعبان افصل المايك عندك يا باشمهندس. خلاص مش هنسين، فناخد ما بين النقطتين دول، هلاقي كم مربع ما بين النقطتين دول؟ ادي مربع يعني ثلاث مربعات ونص تقريبا، ثلاث مربعات ونص بالتقريب، يعني في حوالي ثلاث مربعات ونص ما بين السيجنال بتاعت لاين واحد والسيجنال بتاعت لاين اثنين. فكده الفيس شيفت ما بين الاثنين دول كزمن، كزمن هنسميه مثلا تي شيفت كزمن، هما في ثلاث مربعات ونص، وكل مربع ب 2 مللي سكند، يعني في ما بينهم حوالي 7 مللي سكند كتايم كزمن. انا عايز احول الزمن ده لفيز شيفت. طيب هنعمل حسبه بسيطه كده. الحسبه البسيطه بتقول ايه؟ انه الزمن الدوري اللي هو تي، اللي هو مقلوب 1 على اف، اللي هو عباره عن 1 على اف، مقابله كزاويه، لان الزمن دوره كامله، الدوره الكامله زاويتها اللي هي ال 2 باي، اللي هي عباره عن 360 درجه لو بالدرجات بالديجري، دي بالريديان ودي بالديجري. يبقى كده الزمن الدوري، يعني لو معايا دوره ساين ويف اهي، الساين ويف دي المسافه ما بين النقطه دي، المسافه ما بين النقطه دي، الزمن الدوره كامله اسمه تي زمن دوري، والزاويه من النقطه دي للنقطه دي 360 درجه، ده زمن الدوره كامله. فانا عايز اعرف
السبعة مللي سكند دول مقابلهم كام درجة؟ يبقى همشي بنفس القانون كده، أقول إيه؟ أقول والله الزمن الدوري تي إحنا مستخدمين تردد 50 هرتز، فلو حسبنا الزمن الدوري بتاع 50 هرتز هنلاقيه 20 مللي سكند. يبقى كده ال 20 مللي سكند اللي هو الزمن الدوري اللي هو التي بتاع الدوره اللي انا مستخدمها او بتاع الاشاره اللي انا مستخدمها مقابله 360 درجه كزاويه. طيب يبقى ال 7 مللي سكند بتوع الشيفت بتوعي اللي انا عايزهم مقابلهم كام زاويه؟ فكده طرفين في وسطين، معادله طرفين في وسطين، يبقى كده الفاي اللي انا عايز احسبها الفيس شيفت اللي انا عايز احسبه عباره عن ال 360 السبعة مللي سكند على ال 20 مللي سكند. خلاص المللي سكند مع المللي سكند ما حدش يضرب 10 سالب 3 لانه في 10 سالب 3 فوق وتحت، فاحسب الحسبه دي بالتقريب تقريبا مش عارف بتطلع 100 وحاجه و20 مثلا 127 او كده يعني. يعني هنا 0 و2 مع 36 يبقى 18، 18 في 7 دي 70، 56 حوالي 126 تقريبا، يعني حوالي 126 درجة، دي قريبة لل 120. احنا بنقول ما بين كل فيز وفيز 120 درجة، فبالتقريب قريبة يعني مش لازم تطلع اكزاكت 120. فكده راجع مرة أخيرة على الخطوات أو الحاجات اللي هتعملوها في المعمل. في المعمل هنعمل تجربتين، تجربة نعرف بيها أنهي لاين منهم بيتولد عليه فولت الأول، أو اتجاه بمعنى صح اتجاه التيار في الثلاثة لاين، لاين واحد الأول ولا لاين اثنين ولا لاين ثلاثة، ولا العكس لاين ثلاثة لاين اثنين لاين واحد. فنوصل التجربة دي مقاومات مع لمبات واشغل التردد بتاعي على 1 هرتز عشان اقدر الاحظ اضاءه اللمبه، هي اللمبه الاحمر بتنور الاول، بعد كده الاخضر اللي في النص، بعد كده الاخضر اللي على الشمال، فيبقى كده اتجاه التيار بتاعي كلوك وايز مع عقارب الساعه كلوك وايز. بعد كده نفس التجربه نفس التوصيله هوصل للشانل A على لاين واحد وتشانل B على لاين اثنين، يبقى هوصل تشانل واحد على لاين A. نعم الحته بتاعت عقارب الساعه انا مش فاهم هو ايه اللي في عقارب الساعه بالظبط، فين بنحدده ازاي؟ بص يا باشمهندس معانا ثلاث لمبات هنشرح من نكتبهم كده في مكان على جنب. معانا هنا يا باشمهندس لاين واحد اهو واصل باللمبه ده لاين واحد، لاين اثنين واصل بلمبه ثاني، لاين ثلاثه واصل بلمبه ثالثه. طبقا لاتجاه الاضاءه بتاعت اللمبه لما نوصل التيارات بتاعتي وابدا اشغل الاشاره انها تخش بتردد 1 هرتز زي ما قلنا، هلاقي اللمبه دي الاول، اللمبه دي بتنور الاول، دي نورت الاول، بعد كده اللمبه دي نورت اللي بعدها، بعد كده دي اللمبه اللي نورت بعدها. لو انا لاحظت الاتجاه بتاع الاضاءه ده هلاقي الاتجاه ماشي كده، الاتجاه ماشي كده من 1 ل 2 ل 3 ويرجع يرجع تاني يبدا على 1 من 2 ل 3 ويرجع يلف تاني وهكذا. فكده بيلف ايه؟ مع عقارب الساعه، اتجاه الاضاءه اللي هو اتجاه التيارات اللي بتتولد، تتولد في لاين واحد الاول زي بعد كده لاين اثنين بعد كده لاين ثلاثه، فالاتجاه ده اسمه كلوك وايز مع عقارب الساعه. لكن لو كانت اللمبه دي اللي بتنور الاول هي رقم ثلاثه، بعد كده رقم اثنين بتنور بعدها، بعد كده رقم واحد هي اللي بتنور بعدهم، هيبقى اتجاه الاضاءه كده ويرجع يتكرر ثاني، فكده اسمه كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه. وصلت؟ وصلت. شكرا. فده الجزء الاول بتاع التجربه، يعني احنا نعرف انهي لاين فيه بيترد عليه التيار الاول، لانه طبقا زي ما قلنا هم في ثلاثه لاين، لاين واحد ولاين او فيز واحد وفيز اثنين فيز ثلاثه، وكل فيز ما بينهم ما بين الثاني 120 درجه، فانهي فيه من الاول بيترد عليه التيار الاول؟ فكده هنعرف التجربه دي الاول. التجربه اللي بعد كده خلاص عرفنا ان اللاين واحد هو اللي بيترد عليه الاول، طب ما بين كل لاين ولاين المفروض في 120 درجه فيز شيفت حاصل، نتاكد ازاي ان الكلام ده حاصل؟ فدي التجربه الثانيه، هنوصل نفس التوصيله بتاعتنا بس هنوصل بقى للشانلز شانل A وشانل B على لاين واحد ولاين اثنين، وزي ما قلنا طلع لنا الرسمه دي. بس بعد ما نوصل هنشتغل بتردد 50 هرتز، مش هنشتغل على 1 هرتز اللي كنا شغالين عليه قبل كده، هنشتغل على 50 هرتز علشان نقدر نلاحظ يعني عشان خلاص مش محتاجين ان احنا نلاحظ الاضاءه بتاعتنا يعني، فهمنا بس نشوف الاشاره. فلما نشتغل على 50 هرتز ونرسم الرسمتين بتوع الشانل 1 وشانل 2 هتديني الرسمه بالشكل ده اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الرسمه دي رسمتين زي كده. هاخد اي نقطتين جنب بعض ماكسيمم وماكسيمم او مينيمم ومينيمم او 0 0 او 0 0 ثاني ايا كان نقطتين، واشوف الفيس شيفت التايم اللي حصل ما بينهم، التايم ديلي اللي حصل ما بينهم كم مربع، وكل مربع ب 2 مللي سكند، اضرب عدد المربعات في ال 2 مللي سكند هيديني الزمن الشيفت الكلي،
اللي هو طلع تقريبا هيطلع 7 وشويه، 7 او اقل من 7، اكتر من 7 كده يعني. وبعد كده احول الزمن ده لفيس شيفت زي ما قلنا، انه كل زمن دوري مقابل 360 درجه، وانا كنت مستخدم 50 هرتز كتردد، فال 50 هرتز دول مقابلهم كزمن دوري 20 مللي سكند، يبقى كده ال 20 مللي سكند دول مقابلهم زاويه 360. يبقى ال 7 مللي سكند هيبقى مقابلهم كام زاويه؟ طرفين في وسطين، احسب الحسبه هتطلع لي تقريبا 126 ديجري. حد عنده سؤال؟ احنا كده خلصنا، يعتبر خلصنا التجربه يعني. كل اللي هنعمله المره الجايه في المعمل هنقسم زي ما احنا مقسمين مجموعات، وكل كل مجموعه منكم هتروح على كده وتشتغل التجربه دي، توصل الاول ونشوف موضوع اللمبه، وبعد كده ايه نجرب مره ثانيه ونحسب بعد كده الفيس شيفت. حد عنده مشكله وحد عنده سؤال؟ الناس معانا كويس؟ لا شكرا، مش فيش حاجه. خلاص احنا كده خلصنا ان شاء الله يا باشمهندسين. ميعادنا ان شاء الله اللي هو سيكشن تقريبا مش عارف 3 و4 هم يوم الثلاث، وسيكشن 1 و2 تقريبا هم يوم الاربع او العكس، يعني كل سيكشن في ميعاده الثلاث او الاربع في مواعيدهم. بس زي ما قلنا هنخش خلاص على العمل على طول كده، مش هنشرح تاني يعني. فالناس تبص على الفيديو مره تاني كده وتراجع خطوات التوصيل وطريقه التوصيل والخطوات والسيتنج بتاعت الاستروسكوب موجوده عندكم في المذكره اللي انتم صورتوها المفروض او لسه هتصوروها يعني. فتقروا برضه السيتنج بتاعت الاستروسكوب، والمره الجايه ان شاء الله ايه نوصل مع بعض. لو في حد عنده مشكله بيسال داخل السيكشن ان شاء الله يعني.